الله ان شاء الله مواضيعنا يقولوا ما شاء الله شيقه وممتعه اليوم عن المفاجاه خاطره اليوم. سبحان الله بالحياه ترى وايد مفاجات في اشياء محسوسه وغير محسوسه. يعني حتى الاموات الله يرحمهم الحين احنا مقبره السابخات هم تفاجئوا بعد ما ماتهم في امور كثيره. يا سبحان الله من المفاجات ان التكنولوجيا حاليا شوفوا التليفون من كان يصدق هو يعني ما نبي نقول كسر الصحافه وكسر يعني وايد حتى التلفزيونات وسائل الاعلام صار واحد بتليفون هو قناه بروحه يقدر على قولت الكويتيين يشق ويخيط. سبحان الله من ضمن المفاجات انا هني مقبره السابخات يعني حتى اول حضر لقيت ناس معينين هم اللي يجون يحضرون دفن الاموات، في ناس يشوفونهم بالحياه حتى يعني ناس ملتزمين ودينين واسلاميين وغيرهم بس ما يحضرون. يعني سبحان الله هذه يعني ما نقول ان هواة يعني ناس يهون الحمام، ناس السفر، ناس الزواج، ناس يربون يعني حيوانات متنوعه، ناس يحبون مسابح الكهرب والتحف، ناس سيارات الله يرحمه خالد سيد حامد رفع الانتيك. بس اكتشفت انه بعد الاموات يعني مو كل الناس يهون يعني نسبه يمكن 5 إلى أقل اللي هم يحضرون. يعني كل واحد له عذره. سبحان الله سبحان الله يعني الصحافة اللي كانت تشق وتخيط وكانت تضغط وكانت سبحان الله هي حتى تشكل وزورات الحين صار يعني عفوا ياهل صغير عنده تليفون يمكن سبحان الله. وفي هذا اللي ناس يعني من ضمنهم واحد جزاه الله خير جمع تبرعات بالتليفون. يعني عبر الحياة مفاجآت، يا رب مفاجآتنا تكون سارة ونعرف ان اللي نشوفهم بالحياة مو كلهم بعدين راح نشوفهم يعني قليل، كل واحد لعذره. وشكراً.